صباح النور حبايبي حبوباتي، رمضان مبارك سعيد، وربي يخرجنا ان شاء الله من هذا الوباء بسلامة ان شاء الله. بغيت اليوم ان شاء الله، اليوم بغيت ندير الرايب التقليدي اللي كنا ديما كناكلو في المحلابات مع الحرشة ومع كل شيء. بغيت ان شاء الله نتقاسم معكم لا غوسيت. غادي نحتاجو جوج جيترو ديال الحليب، غادي نحتاجو له جوج نتاع كيسان نتاع دانون، اي نوع اي شكل، و 6 المعلقات نتاع السكر. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نديرو الحليب ديالنا يفيض، ما غاديش نخليوه حتى يفيض، غير غادي تبقى تطلع فيه الفريميسمون كما كتشوفوا دابا، وغادي نقصو منه نقصو العافيه عليه ونخليوه شويه، وابخي غنحيدوه من العافيه. غادي نخويو هاد الياغورت ديالنا فواحد الاناء، كما كتشوفو هنايا الحليب ديالنا هو وصل للمقياس اللي انا باغية ديال الفريميسمون. غادي نطفي عليه العافية وغادي نحيدو من فوق النار، نحيدو كامل من فوق النار ونخليه يدفى الى حتى نقدو نحشو فيه الصبيع ديالنا. ملي نقدو عليه ما يكونش حار بزاف، ما يكونش كيحرق، غادي نتبعو مقياس لاخر. في الوقت اللي الحليب ديالنا كيدفى كناخدو داك جوج نتاع دانونات اللي درنا في الاناء، وغادي نزيدو عليهم ديك 6 ديال المعالق نتاع سنيده، وحنا كنخلطو مزيان. غادي نخلطهم مزيان حتى يستجمعوا بعضياتهم، ديما نبقاو كنخلطهم مزيان مزيان حتى كيذوب لنا داك السكر ديالنا، على ما كيبرد لنا، على ما كيدفى لنا الحليب. نبقاو مستمرين هكذا. واللي بغيت نقول لكم هو ان هاد الياغورت هذا راه فيه شي شويه تاع فواكه، في الحقيقه ما كاين حتى مشكل، كيقبط الرايب، كيقبط لان مجرباه، فايت مجرباه لان واحد المره تشهينا الرايب، ما كانش عندي رايب دانون ناتور اللي مولفين كنستعملوه، ودرتو كومون بدانون اللي عندي اللي كان واجد، وكانوا فيه هاد الحبيبات، هاد الطريفات نتاع لي فخوي، وما خسروش في الحقيقه، قبط ليا مزيان، كان حتى مشكل، ومذاقه عاد جا زوين، جا فيه داك المذاق نتاع لي فخوي، جا زوين وجا قابط وجا ناجح. وهو بعد ما الحليب ديالنا دفى كنهزو واحد جوج ولا ثلاثة نتاع المغرفات كيما هكا، وكنكبوهم على داك الياغورت ديالنا اللي راه حنا خلطناه مع السكر، كنهزو جوج ولا ثلاثة جويجات بركة مع هاد الإناء اللي عندي، وغادي نبقى كنطربو، غادي نبقى ندير جو في لو ديلوي تخي تخي بيان، خصو يتخلط مزيان 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 مزيان. خاصك لو فويتي كوم سا بهاد الطريقة هادي، وحنا كنفويتوه كنفويتوه حتى التالي، و غنجيو غادي نردوه في الحليب ديالنا ونبقاو كنفويتيه، نبقاو كنخلطو 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 بداك لو فوي، نخلطو الحليب ديالنا مزيان 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 بحال هكا. اي فوالا، وصافي في هاد الحالة صافي ها وجدنا، حنا غادي نكبو في الكيسان ديالنا، وغنجي دابا ان شاء الله غادي نبدا نعمر الكويسات ديالي، وباش نسهل الأمور انا كبيتهم في هاد الغرف اللي عندو العنيبيب باش يجي ساهل، لان بالمغرفة كنهرقو كنهرقو. انا درت الكيسان ديالي في هاد الطاوة، ولكن نتوما يمكن لكم ديرو في شي بانيو ولا باسينا في مكان، ماشي مشكل، حتى هي مزيانه. وكنستمروا هكذا حتى كنعمروا الكيسان ديالنا كاملين.
الحقيقه كان بامكاني نهز الكاس ونعمرو ولي نحطو ونعمرو ولي نحطو، ولكن درت هذه الطريقه كنربحو بها الوقت و ميم طو سهله. بعد ما عمرنا الكيسان ديالنا غادي نجيو غادي نديرو عليهم السلوفان كيما هكا، نغطيهم بالسلوفان كان بامكاننا نديرو كل واحد بوحدو، راني فايته كندير هذا دائما، ولكن لهاد المره ملي درت هاد الطريقه باش نعمر المخطره درت طرف واحد وغطيتهم به. انا غادي نكمل الجهه مع الليقات. السلوفان ماشي ساهل، كينسق كينسق في الليقات، ولكن ماشي مشكل راني عارف كلهم كنسدوهم مزيان. ودابا شنو غادي نديرو؟ هذه المرحله الاخيره ان شاء الله، من بعد الاخيره غادي نجيو غادي نكبو الماء على مواتي ديال لي فيغ، الماء سخون ما خصوش يكون طايب باش نمشيوش يطرطقوا لنا الكيسان. غادي نبقاو نكبو بشويه بشويه. ها انتما كما كتشوفوا انا وصلتو ابوبري النص نتاع الكيسان، وحنا ان شاء الله المرحله النهائيه غادي نجيبو انا طوغشو غادي نغطيو به. غادي نغطيو كلشي مزيان وغادي نزيد ملاية، راكم كلكم عندكم بحال هاد الملاية في الدار، ملاية مخليها غير لهاد الشي الخبز تخمير د الخبز ولهاد الشي. فوالا نكمسها وغادي نخلي كلشي هكا، غادي يبقاو 12 ساعة إن شاء الله. دابا هادي 10:15 ديال الصباح، نو باغدو 9:15، غادي نخليهم إن شاء الله إلى حتى الغدا، نخليهم هكذا غادي نساوهم غادي نقاسوهم منململوهم ما حتى شي حاجة، منفعفعوهم ما حتى شي حاجة، وغادي نخليهم نورمالمون أنا كنخليهم سوفو 12 ساعة، ولكن ان شاء الله من غادي يوجدوا غادي نقول لكم الوقت بالضبط. دابا هادي 9:15 ديال الصباح، حتى ان شاء الله غادي نقول لكم الساعه بالضبط فين حليتهم باش باء واش قبطوا ولا ما قبطوش، نعرفوا ديك ساعات الوقت بالتدقيق. وغادي نديروا عليها الغطايه ديالها باش تشد لنا داك كومس. صباح النور، كيف صبحتوا؟ كيف دايرين؟ شخباركم؟ كي درتوا مع الصيام؟ ايوا هاني رجعت معاكم مع الرايب ديالنا. هذه السبعة ديال الصباح، انا كما شفتوا البارح من 9:15 ديال الصباح خليته نسيته، ما كاين حتى مشكل لان ما غاديش يحتاجوه. ها هو دابا 7 الصباح انا غادي نحلو معاكم باش نشوفوا النتيجه. هيا تبارك الله النتيجه ديالنا، الكويسات ديالنا هما شدوا مزيان مزيان. ها نتوما كتشوفوا الرايب ديالنا، ها هو شاد ما كاين حتى مشكل، ها نتوما كاع ما كيطيح من الكاس، ها نتوما تبارك الله شاد عاقد كلشي عاقد، كلهم عاقدين كلهم قابطين، ما كاين حتى واحد اللي نقولوا فلت. هاي الرويب ديالنا على مزيناتو ان شاء الله في الفطور نتبرعوا به ولا في السحور. ها هما الكيسان ديالنا كلهم عاقدين، دابا من بعد هذه المرحله هذه غادي نهزهم غادي نديرهم في واحد الشبيكه وغادي نديرهم في الثلاجه يبردوا، والحمد لله وعندنا النهار كله يجلسوا في الثلاجه يبردوا باش الفطور ايوا ديك الساعات نبردوا بهم ان شاء الله، ولا في الصحار حتى في الصحار كيجيو زوينين كيتا هما كينعيشو. السلام عليكم وكنتمنى ان نهاركم يدوز مبروك وصيامكم يكون ساهل ويخرجنا صدى ربي من هذا الوباء على خير وبخير.
دابا نتوما كما كتشوفوا انا درتهم في هذه الشبيكه وغادي ندخلهم الثلاجه. اللي بغيت نقول لكم هو ان هاد جوج طرا هادي كتخرج لنا 12 نتاع الكيسان، ولكن ما نتوما مضطرينش ديروا جوج طرا كلها، يمكن لكم ديروا غير طرا. دونك طرا كديروا فيه دانون واحد وثلاثه المعالق السكر وكيخرج لكم 6. دونك فوالا كل واحد ديك الساعات كيدير اللي بغا. والسلام عليكم.